بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على موسى بن جعفر وصي الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار ووارث السكينة والوغار والحكم والآثار، الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بمواصلة الاستغفار، حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والمناجات الكثيرة والضراعات المتصلة ومغر النهى والعهد والخير والفضل والندى والبذل ومألف البلوى والسقم والمضطهد بالظلم والمقبور بالجور والمعذب في قعر السجون وظلم المطامير ذي الساق المرزوق بحلق الغيوم والجنازة المنادى عليها بظل الاستخفاف والوارد على جده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه سيدة النساء بإرث مغصوب وولاء مسلوب وأمر مغلوب ودم مطلوب وسم مشروب. اللهم وكما صبر على غليظ المحن وتجرع قصص الكرب واستسلم لرضاك وأخلص الطاعة لك ومحض الخشوع واستشعر الخضوع وعاد البدعة وأهلها ولم يلحقه في شيء من أوامرك ونواهيك لومة لائم، صل عليه صلاة نامية منيفة زاكية توجب له بها شفاعة أمم من خلقك وقرون من برايك، وبلغه عنا تحية وسلاما وآتنا من لدنك في موالاته فضلا وإحسانا ومغفرة ورضوانا، إنك ذو الفضل العميم والتجاوز العظيم، برحمتك يا أرحم الراحمين.